تنبيه من استخدام ورق الألومنيوم مع الأكل. ورق الألومنيوم له استخدامات كتير مفيدة، بس لازم ننتبه جيدا لما نستخدمه مع الأكل. في كتير من الناس بيغلفوا صفائح الخبز مثل هيدي مثلا بورق الألومنيوم حتى ما تعذبهم بالجلي في حال التصق فيها الأكل، وهذا غلط كبير لأنه الألومنيوم لما يتسخن بيتفاعل وبيلوث الأكل، وإذا كان الأكل بيحتوي على حموضة أو ملوحة فالألمنيوم بيتفاعل عشرات المرات أكثر، ولما يدخل الجسم ما بيعود بيخرج بسهولة وبيتلف خلايا الدماغ وبيسبب مرض ألزهايمر يعني الخرف. حسب الفحوصات اللي أجريت على أموات كانوا مصابين بمرض ألزهايمر لوحظ أنه أدمغتهم كانت منكمشة مقارنة مع أدمغة الناس الغير مصابين بالمرض، وفائدة لكميات كبيرة من النسيج العصبي. ولوحظ أيضا تحت المجهر وجود مناطق متلفة، كل ما كثرت عند المريض كل ما ساءت حالته الذهنية، والتحليلات الكيميائية أظهرت وجود معدن الألومنيوم في صميم المناطق المتلفة وخلاياها، وهالشي بيأكد العلاقة بين وجود الألومنيوم بالدماغ ومرض ألزهايمر. مرضى الفشل الكلوي لازم ينتبهوا من بعض أنواع الأدوية وبعض المحاليل اللي بتستخدم لآلات غسيل الكلى، لأنها قد تحتوي على الألومنيوم. وهون ما بدي اياكم ترتعبوا، جسم الانسان قادر انه يستوعب من 3 الى 5 ملي جرام من الالومنيوم يوميا ويصرفها بدون ما يمتصها ويخزنها. المهم انكم تستعلموا من طبيبكم عن نوعيه المحاليل والادويه وطلب بدائل اخف وطئه في حال كانت تحتوي على الالومنيوم. التلوث بالالومنيوم مشكله بيئيه كبيره كلنا معرضينها، فقد ينتقل الالومنيوم لجسم الانسان من خلال مياه الشرب، خاصه في البلدان اللي ما بتعمل رقابة صارمة وفحوصات دائمة للمياه وما بتفرض معايير تضمن سلامتها وصلاحيتها للشرب. الألومنيوم هو ثالث عنصر في القشرة الأرضية ومنتعرض له من خلال الكثير من المواد الممكن التحكم فيها غير الماء، فقد يوصلنا مع غبار ملوثة بالمواد الكيميائية اللي بتنشرها طائرات خاصة في الجو بشكل غازات بتتحول لغيوم اصطناعية بهدف تغيير المناخ. ممكن نتعرض للألومنيوم من خلال بعض مستحضرات التجميل، من خلال مذيل الرائحة والكثير من الأدوية والإضافات الغذائية، فمثلا بعض أنواع البيكنج باودر تحتوي على ألومنيوم، بعض أنواع خلطات الشوكولا الفوري أو السريع الذوبان تحتوي على ملتول الألومنيوم شديد الامتصاص، تنك المشروبات والمعلبات والكثير من أواني المطبخ قد تلوث أجسامنا بالألومنيوم. ممكن حتى نتلوث بالألومنيوم من خلال الاستنشاء، فقد أظهرت الدراسات أنه نسبة كبيرة من الأسم المتعلق بالشم في الدماغ أكثر تضررا عند مرضى الألزهايمر، ويعتقد أنه مزيل الرائحة البخاخ أو مثبت الشعر البخاخ هن السبب، لكن لا يوجد دراسات جازمة حتى الآن بتأكد هالأمر. وأخيرا رح أعطيكم نصائح مهمة لحماية أنفسكم من الألومنيوم. استخدموا قدر الإمكان أواني زجاجية في الفرن، بس احترموا تعليمات الاستخدام خاصة درجة الحرارة، لأنه إذا تجاوزتوا الحرارة اللي بتتحملها قد يؤدي ذلك إلى ذوبانها. الأواني المعدنية بتتفاعل مع الحموضة أو الأسيد وممكن تلوث الأكل. في حال كانت الأواني من نحاس أو حديد أو ستينلس ما في خطورة كبيرة، لأنهم في النهاية معادن فيها قيمة غذائية ويحتاج لها جسم الإنسان، طبعا بكميات ضئيلة ومش بإفراط. أما الألومنيوم فما بس ما له ضرورة للجسم، بل بيعتبر مادة سامة ما بيحتاج لجسم أبدا. بالنسبة لورق الألومنيوم فما لازم نخبز عليه الأكل، ما لازم نوضع عليه أكل ساخن أو بيحتوي على حموضة. إذا بدنا نستخدمه للف الساندويتش من الأنسب وضع ورقة ساندويتش بينه وبين الأكل، مثل هذه مثلا ورقة ساندويتش. في نحط كمان ورق مطبخ مثل هذه، بحط ساندويتش مثل هيك وبلفه. بهالطريقة بتفيد أي تلوث مباشر، وبلف الساندويتش بالشكل الجميل اللي بتوفر لنا إياه ورقة الألومنيوم. بتمنى توزعوا هالمعلومات لكافة أحبابكم وأصدقائكم حتى تعم الفائدة.
وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وتتشوفوا أشرطة أخرى إلي، فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. إلى اللقاء.